المغرب على أعتاب موجة جديدة من كورونا بسبب برودة الطقس. تشهد عدد من الدول الأوروبية خاصة فرنسا وألمانيا موجة جديدة من تفشي كوفيد، ما يؤكد توقعات خبراء مغاربة بوجود المغرب على أعتاب موجة جديدة من الجائحة قد تبدأ شهر نوفمبر الحالي أو دجنبر المقبل. ويرى عدد من خبراء الفيروسات أنه يرتقب أن يعرف المغرب ظهور موجة جديدة لوباء كورونا بسبب تغيير أحوال الجوية في فصلي الخريف والشتاء وتأثير ما يحدث على الصعيد الدولي من تزايد لعدد الإصابات. في هذا الإطار قال البروفيسور سعيد المتوكل عضو اللجنة العلمية لكورونا أنه من المحتمل ظهور موجة من الفيروس كورونا في شهر دجنبر المقبل، مفسرا ذلك في تصريح للعالم بكون الموجة الحالية لم تنتهي بعد بسبب استمرار توافد حالات الإصابة على قاعات الإنعاش. وأكد عضو اللجنة العلمية أنه ما يجري حاليا في دول عديدة هو انتكاسة يمكن أن تصيب المغرب، خاصة أن الفيروس لا يزال موجودا ويتحور.